هذه عودة من جديد إليكم متابعينا، وفقرتنا الأولى فقرة مهمة جدا بتهم كل منزل سوداني، خاصة وأن الامتحانات طبعا هم كبير وهي على الأبواب، ودائما بنلقى البيت في حالة تهيئة والناس كلهم يعني ستاند باي. سعيدين جدا أن نتكلم عن كيفية تهيئة الأجواء المنزلية للامتحانات، سعيدين جدا أن يحدثنا عن الموضوع ده باستفاضة الأستاذة سليمة الجلاد، هي وكيلة سابقة وأيضا مدرسة وعضو لجنة المعلمين بولاية الخرطوم. مساء الخير عليكم، نورانا. تسلم حبابك ألف. مرحبا بالجميع. وفعلا قضية الطلبة والامتحانات قضية شاغلة الدنيا كلها، وفي إشكالية كبيرة للطلبة الأيام دي، الكهرباء. صحيح. يعني دي قضية صعبة جدا، يعني الطالب بس يقدر يذاكر، وطالب تام ناسي ممتحن بعد كم يوم. صحيح. وأقل من أسبوع ثلاثة أسابيع ممتحن طالب ثالثة ثانوي، فأناشد إدارة الكهرباء إنها تحن وترفق بالطلبة. دي ما وقت قطع كهرباء وما وقت قطوعات ولا تنظيم، لأنه هم أي لحظة بالنسبة لهم مرهقة نفسيا. ده غير السخانة يعني الحاصلة، ده غير الحرارة. يعني الجو براه ما ناقص، فرفقا احنا نتمنى انه يعني رسالتك دي تجد الاستجابة ان شاء الله يا رب. خلينا نبدأ معاكي في الموضوع، والطالب بيكون محتاج للتهيئة بصورة سليمة عشان يقدر يكون عنده أداء مميز ويقدر يجتاز فترة الامتحانات حتى بدون توتر. خلينا نتكلم عن شكل التهيئة الصحيح المفترض هو بيبدأ من المدرسة وبيتكامل كمان من المنزل. أيوة، يعني المدرسة طبعا الطالب بيقعد فيها أكثر زمن. صحيح. يعني أغلب زمنه هو في المدرسة. فلو المدرسة ما هيأت له المناخ المناسب، البيئة الصحية المناسبة، الجوزات المدرسي من شجر لنظافة دي كلها بتصلح في نفسيات الطالب. نضيف لها بعد ذاك المعلم تعامله مع الطالب. يعني أنا كمعلم، أنا مثلا أستاذة فيزياء، لكن دي ما كله رسالتي، رسالتي الطالب ده لما نجي أتكلم معاه أوريه كيف يدعى يعالج مشكلة الرهبة، مشكلة الامتحان. صح، في المدارس في مرشدين صحيين نفسيين. صح. وبينصحوا وبيوروك الشغل العلمي، لكن أي أستاذ لو صنع من نفسه أنه الطالب ده ولدك بيقدر يعالج مشاكل كثيرة جدا. أنا إحنا أسفي لأنك معلمين السودان. طبعا بعد الإضراب وبعد المشاكل اللي حصلت علينا كلنا، من أنا كنت وكيلة ودوني ل أستاذ العدن احنا أضربنا وكده، ودي ذاتها كانت لمصلحة الطالب. لأنه الأستاذ لو ما نفسياته كويسة ما يقدر يعالج مشكلة الطالب. صح. النفسية. صحيح. فبعد الكلام ده كله من اللجنة العليا أو الإدارة مكتب التنفيذي للجنة المعلمين، اتخذنا قرار إنه نعمل كورسات مجانية لتهيئة الطالب نفسيا، خصوصا في إشكالية بين المدرسة الخاصة والمدرسة الحكومية. ليه؟ المدارس الخاصة كانت مهيئة ماديا وغيره، وما أخذ ما أضربوا مع الناس، فبقى الإضراب بالنسبة للطالب ذاته إشكالية نفسية كبيرة. أسي أول ما فكينا الإضراب لأنه استجابوا لجزء من مطالبنا، ما كلها لكن جزء منا، بعدين إحنا برضو نضحي شوية، طوالي اتخذنا قرار إنه نعمل كورسات مجانية. في الكورسات المجانية ورق عمل، تدريس، ما كمية كبيرة من الأساتذة اتخذوا القرار ده واشتغلوا فيه. أنا الليلة من دخلت فصول علمي وأدبي رغم أني أستاذة علمية على أساس التهيئة النفسية، تاخدت للطالب برنامج جدول، ما هو خايف أنا فاضل لي أسبوعين حتعمل لي شنو؟ لا، لك تعمل ليك، أنت بتقدر تكسر الجبال. ابن آدم عنده قدرات عالية، لكن ابن آدم هو اللي بيحط نفسه لما يقول أنا ما بقدر. لما تقعد تتكلم مع الطالب بالطريقة دي بتلقاه بدأ يروق. دي دايرنا نحن، بدا يروق، بعد شويه بيعرف كيف ينجح. انت بتوريه بس بتدي المفاتيح، جدول كويس للمذاكره، تنظيم وقت، انك انت ما انك قدراتك عاليه. كل ما الطالب يقول لنفسه انا شاطر انا بجيب الدرجه،
بدل ما هنا بيمشي لقدام. صحيح. يلا الحاجات دي كلها بتصنع حاجة معجزات. أكيد هو يعني خطاب مبسط مع الذات، وإحنا أكيد بنحيي جميع المعلمين ودورهم الفعال برغم من يعني المعاناة الاقتصادية والاجتماعية اللي بيتعرضوها، لكنهم بيأدوا رسالتهم على أكمل وجه. أستاذة سليمة برضو أنتوا تكلمتي عن الدور في المدرسة، ننتقل مباشرة للبيت لأنه التركيز بيكون على البيت والتحصيل بيكون في البيت، شكل البيت مفترض يكون كيف؟ يلا البيت، نرجع للبيت. احنا ما زي ما احنا معلمين برضو اباء وامهات، البيت اسي في اغلب المدارس الناجحه نجاح عالي لما تسال المعلم سر نجاح المدرسه شنو؟ بيقول لك اولياء الامور معاي. احنا السند الحقيقي، اولياء الامور هم السند الحقيقي للمدارس. طب بيهيئوا البيت كيف؟ اول حاجه الطالب ما يرهقوه، امشي جيب كده امشي جيب كده. في امهات وحبوبات اليوم كله مراسيل بجد، الطالب بيكون شنو المعلومة عنده شاطر لكن بيكون مشوش. دور الأم والأبو التشويش ده يتوقف، ما نفرين يرسلوا بأكل تحت، مرات بتحتاج لكن بقدر الإمكان ما ترسل الطالب كثير. أديه غرفة يكون حتى لو ما براه ما عندك إمكانية مادية إنك يكون عنده غرفته والبرنامج الجميل ده، أوكي يا أخوانه اللحظة دي يكونوا بعيدين، خلوا فلان يذاكر. التغذية صح، دي نقطة مهمة. التغذية مهمة جدا، يعني ما أنا أقول ما أي أكل بينفع معه، لكن في وجبات معينة مهمة للطالب. يعني مثلا البلح صعب؟ ما صعب، وفري بلح كفاية بقدر الإمكان لو في شوكولاتة، لأنها بتساعد الطالب في إنه شنو مستمتع بيكون. صح. قادر تدي نشاط برضه، النشاط وفيها حاجات يعني زكازات وتصلح المود. النعناع الغيره، يلا اعمل لي عصير ليمون بالنعناع، ابسط شيء. احنا ما دارين تجيبي له اكل من كاك لكن شنو الوجبات اللي في البيت تنظيمها هي شنو اوقاتها تهيئ له جو انه ما يكون في ساعات كثير. يلا بعد ذاك مرات بيكون متنشن، ما هو متنشن انت تزيده. يعني في اولياء امور الشافع لو حسوا انه متضايق كده مالك صار فيه، لا هو ما خلاص مضغوط نفسيا، ما تبقى انت والكتاب عليه، خليه يحس انه الكتاب ده متعه ما شيء مزعج. في امهات كمان بيقلقوا بالطلبه شديد، انا كاستاذه شفتها تجي الواحده ليه ادوم كورس ادوم شنو الوقت ده. يعني انا قاعده اقول للطالب لو ماشي لحصه خاصه بليس ما أكثر من 3 حصص من الثمانية دي، ما تمشي أكثر من 3. ليه؟ لو بقيت يومك كله حصص صح، طب حذاكر 200، بيكون وقتك الحقك أنت 200، لازم وقتك الحقك ده يجي. يلا الأم والأبو ما يقعدوا أستاذ فلان شاطر أستاذ علان، الحتة دي بجد بجد بترهق الطالب وهو حاسس إنه هو بينفع طالبه. صح. يعني في أولياء أمور همهم بس أستاذ فلان شاطر أزبطهم فلان شاطر. يا جماعة الطالب ده تكبسه كده خلاص، حتى لو هو شاطر 100 مفترض يجيب 90 يجيب 99، انت النسبة دي حتنقصه وتجي تتخلع في النهاية ولدي كان شاطر لكن سحره، لكن لا انت ضايقته انت ضغطت عليه. أديه براحه، أديه وقت. حتى في الجدول لما انت خدته، انا لما قبل خطيت مع الطالبات جدول، في الجدول أدي زمنه، يعني عندك الزمن ده حقك اقرا فيه اللي انت داير وما دار تقرا نوم، فلازم يكون في وقت للنوم وقت للراحه وقت. صحيح صحيح. كمان يا استاذ يعني انا بشوف انه واحده من النقاط المهمه انه انا يعني احفز الطالب ده من جواه، يكون هو عنده استراتيجيه ماشي بيها. يعني انت بتقرا ليه؟ تدرس ليه في الاساس؟ وهدفك شنو؟ يعني ناس فكره هدفك انك تجي الاول او تقفل المجموعه دي تخليه بتعمل هنا ضغط نفسي على الطالب، وانه افهمه انه الدراسه والامتحانات ونتيجتها والحياه ينعكس على ده حاجه مسؤوليتك انت وحقتك انت. يعني انا كثير مثلا بشوف طلاب مع امهات وما بتقول لها مثلا لو ما عملت لي كده انا ما حقرا لك. يعني انت لازم تفهم انه انت قاري لنفسك، انت بتصنع في مستقبلك، انت ما قاري لي انا. يعني انا سمحت العباره في يوم من الايام في حياتي مع بنتي كلها مره واحده، كان في ثالثه ابتدائي. إذا ما يا ماما إذا ما وديتيني كانت عايزة مشوار، إذا ما وديتيني أنا ما حقري لك. قلت لها مين هسي نتفق؟ أنت قاري لنفسك ما قاري لي، أنا الحمد لله قريت وتخرجت واشتغلت كمان. أنت قاري لنفسك، إذا أنت قاري لي أنا من اللي أنا نوقف مدرسة.
بجد اخذت قرار زي ده كنت وهي عارفه باخد قرار واحد بنفذه لازم تجاري لي احنا خلاص وقفنا مدرسه انا اشيل قروشي استفيد من الحياه ثانيه ونخليكي بدل كل يوم تعبينك ومصحينك ودينك المدرسه وجايبينك انت لازم تفهمين تجري لنفسك دي مسؤوليتك هدف حياتك انت عايزه شنو فانه احنا نتعامل مع الاطفال ذاته بفهم ما على سجيه الحاجات مش المدرسه أيوة. جرى امتحان ده ذاكر كده ثاني في امهات الواحده بتقول لك انا حفظت المقرر صحيح حفظت مقرر انا ولدي لما كان في تامن حاولت ابقى غيرت شويه كان في منافس اقرا مع ولدي جيت اقرا معاه ما بعرف التغنيه والجداد والبيض وشنو تعبت شديد بمشي اعمل حاجه في المطبخ بجي القاه قاعد كده يا ولد مالك ما منتظرك طوالي قفلت الكتاب ايوه منتظرك خلاص انت فتحتي لي باب جديد طوالي قفلت الكتاب اسمع يا حبيبنا كان قاري لي انا ما تقرا وانت كم ما بتقدر تقرا ما في فايده منك وانا خلاص الدور الكنت دار ادخله ده غلبني قفلت الكتاب وقد قرا ونجح وما شاء الله امتحن الشهاده السودانيه ومشى حيث ما اراد ف الطريقه بتختلف عارفه ممكن مرات تصرف صغير كده يوقعك في كارثه ايوه يعني تلقي لو ما حفظنا المقرر انا مستغربه بتحفظ المقرر ما لك يعني حاجات كان داني حقتك انت يعني ما تاخذي دورك ودوره في مقولات كده نفسيه بيقول لك انت مرات بتصنع طفل معاق يعتمد عليك في كل شيء صناعه الطفل المعاق دي بتبدا من انك بتقرا معاه بتقرا عليه مرات هو بيكون راقد وانت اللي بتقعد تقرا وكان امتحانك انت بتجيب 90 و99 احسن منه, أحسن منه. صح. طب انت ليه تصنع طفل معاق خليه يكون معتمد على نفسه بتساعده بحاجات بسيطه بتنصحه بتوري جدول حتى الجدول لو ما نفع معاه معليش اعمل جدولك الخاص بيك لكن انا اصنع من ابني طفل معاق ما حينجح لي قدام صح ده كلام جميل جدا ما بيقدر حتى يواجه الحياه موده يعني ام واعيه ما شاء الله تبارك الله انت برضه يا استاذه سليمه واعيه كنت واعيه بطريقه التعامل مع ابنك او بنتك في كثير من الامهات ما عندهم نسبه الوعي ده بكونوا قايلين لنا حاجه كويسه داري يساعدوا دارين اولادهم يبقوا الاوائل رساله لكل الامهات اللي بيستخدموا نفس الطرق دي بجد انا قاعده انصح الامهات كثير ما تصنع من طفلك طفل معاق ما تكوني وراه في اي شيء ما يعني في امهات الطالب شافع في الروضه بتبدا دار يطلع على السلم لا بدك طب هو حيبقى قوي متين فيا ام اي في حاجات كثيره بتحسي بها خطر على جناكي صح بتحسي بها لكن بتكون ما عارف انه ده غلط اديه يعني. الفرصه يتعلم اديه فرصه يعرف انه خطر ممكن ببساطه تقول له والله لو وقعت استحمل من الثاني عندي ولد خالي كان بيقول لي ولدي كده مخير كلمة مخير دي طلع دقة دلقة المرة الثانية لما يقول لي مخير بعاين يمين أيوة. شمال صح. انا ما مخير صح. لكن معنى الكلمة دي انه في خطر انه حتتحمل مسؤوليته براءة انك حتستحمل المسؤولية صحيح انه على الامهات اللي لو بكى تدق له التراب التراب غلطانة فيه يا جماعة التراب شنو الغلطانة فيه فبتبدي الصناعة بتاع الطفل المعاق من بدري جدا طفلك خليه بقدر الامكان يعتمد على نفسه تساعديه بالنصح ما بإنك تشيلي منه المسؤولية عليك تنصحيه عليك لو هو جاكي في حاجة نقطة صغيرة تقول مثلا الحاجة دي أشرحها لي بتشرحها له يلا بعد ذلك كده حاول حلها براك حتى لما يجيك في مسألة مثلا رياضية حتى لو أنت أشطر زول جاكي في مسألة يا أخي دي سهلة كده أنت حاول لأنه في أطفال ما بحاولوا صح بيكون دايرك تحلها عندي ولدي أنا شخصيا الصغير ذكي جدا شطار طويل في انه يلف ويدور على الحته اللي هو دايره تحل عليه لو استجبتي له والمره الجايه ثاني بيجي فانت ما تستجيبي للضغط بتاع الطفل بتاعك انك لازم تعملي له حاجاته لو استمر كده ثاني ما حيقبل طيب يا استاذه يعني بتنصحي بشنو في الايام مثلا الثلاثه اربعه قبل الامتحانات دي في ناس بتلقيهم سهره موصله ليل بالنهار في الكتب وفي المذاكره وفي ناس مثلا خلاص بيوقف انت شايفه شنو انا شخصيا شايفاه في بعض الطلبه بيرفضوه بشده بيقول لك احنا بنساهر اكثر من 9:30 انت بترهق نفسك بالذات في عمر معين يعني ايوه والله ولا في عمر معين اي زول الناس اللي بيساهروا ديل قلبوا الليل نهار ونهار يعني ليل عكس دي الزمن المناسب للمذاكره من 3 صباحا ل 8 صباحا ممكن تنجز فوقه انجاز لو قريت
20 ساعة تاني ما بتنجزها. ليه؟ الوقت هادي أخوانك الصغار نايمين، صح، ناس البيت رايقين، الجو ذاته جميل. يلا أنت نمت ساعة 9:30 مثلا أو 9 بالليل، بتقدر تصحى 3 صباحا، صحيت 3 صباحا وخذ لك 10 دقائق رياضة. قبلك بقول للطالبات كده، واحدة قالت لي هل بيقولوا لي أنت متخلفة لو طيبت؟ صراحة قعدت أعمل في كده، يعني معقول في أهل بيقولوا لأولادهم لو بيتريضوا ده شنو التخلف ده؟ فأنا ما مستغربة. لازم الجسم العقل السليم في الجسم السليم، أديه نص ساعة رياضة. الرياضة دي ما شرطا رياضة قوية صعبة، المهم بعض النشاطات الرياضية على أساس إنه يجب يموت جديد. من 3:30 أو 3 صباحا لسبعة صباحا ممكن ينجز ما لم ينجزه 10 ساعات في وقت ثاني. كلام جميل جدا أستاذة سليمة. وبرضو يعني في مقارنات، بتخالتك هي الأولى، أنت تجيبي كده ليه؟ بتخالتك زادت عنك بنسبة، في ضغط نفسي بيكون على الطلاب، حتى يعني إذا امتحنوا وطالب يعني لا قدر الله ما جاب النتيجة المرجوة أو حتى فشل، ما بوروا أنه في فرصة تانية، في معايرة بتحصل. صح، وكمان يا مهات في إضعاف الثقة بالنفس، يعني أنت بتقاري لاش يعني حتجيب كم في النهاية؟ طفلك ما حتجيب حاجة. صح. كلام قاسي مش؟ قاسي شديد للأسف. كمان للأسف أقول لكم في بعض المعلمين بيقولوا يعني في مثلا، أنا كنت في المدرسة الخرطوم النموذجية اللي أنا كنت فيها وكيلة دي، الفترة الأولى كانوا طالبات نموذجيات، فسبحان الله ملاحظة في فصل اسمه الفصل الخاص اللي هو أقل ما كثير، يعني لو فرضنا إنه الفصل النموذجي أقل درجة دخلت ب 272 دي ممكن تكون جايبة 262 259 درجة حلوة جدا. أيوه. لكن بيجوا يتعاملوا معهم بأنه أنتوا ما فاق التربوي، أنتوا زادكم ماما. سبحان الله في المدارس الحكومية الطالب جايب 240 بيجيب في الثمانينات وممكن يصل التسعينات، لكن في المدرسة الفصل الخاص ده لانه بحس بانه متعاملين معاه بشنو؟ فوقيه، ديلك فوق وانت دون، انتم ما فز، بتلقون درجاتهم بقت فيها ملاحق وفيها، حتى في بنات بيقولوا لي استاذتي بتحترمينا، ما صح الاحترام ده يا جماعه، الاحترام ده يعني بجد مفتاح اي شيء، ما تقول لي ده طفل صغير ما احترم، صحيح احترم، اديه احساس انك انت كائن مهم جدا، اديه احترامه. ده بالنسبة للأم، بالنسبة للمدرسة، ما في طالب بليد، في طالب حصلت له ظروف معينة ما جاب الدرجة اللي هو المرجوة منه، وفي طالب في شهادة السودانية السنة اللي فاتت كان داخل ب 243 جاي من أوائل السودان، صح، يبقى ده ما معيار. وأي طالب فشل في حتة ده ما فشل، دي بداية نجاح ثاني، ما أنت المرة الأولى ما جبت الدرجة المرجوة أو الدائرة، لا بتجيب المرة الجاية. ف الموضوع ده لو انت اذا عملت معاه بانه انسان، انسانيته هي اهم حاجه في حياتك، ولا وفلان الشاطر جدا ده عنده حاجات ثانيه ناقصه، بناء الشخصيه يعني استاذ سليمه، تخيلي هي ده برضه مفتاح للنجاح. يعني انا مثلا بنتي بتقوم تجيني زي الساعه 9 كده 9:30 تقول لي ماما انوم ولا اقرا؟ طيب ماما رايك شنو؟ انوم واصحى بعد ساعتين ولا على كيفك. طيب انا هنا بقول لا عليك، تقول لي ماما انت ليه كده؟ الليل اللي انا كده ده قرار حقك يا رينا، عايزه تنومي انا معاك نومي، عايزه تصحي بعد ساعتين بصحيكي، عايزه تقري تواصلي اقري واصلي، انا ما بقرر انت تعملي شنو، انت عارفه انت قاريه كيف، عارفه وضعك كيف، عارفه طاقتك هسي كيف، تقدري تستحملي شنو؟ ليه ماما انت ما زي الامهات؟ قلت الا كورك وامشي اقري، ويا بنت وامشي اقري. قلت اصلا عمري ما تستني مني انا كورك واقول لك امشي اقري. أنا بيختلف منك حتة صغيرة. أنا بقول له والله أنا شايفة الإنجاز الممكن تنجزه لو صحيت 3 صباحا وقريت الثلاثة ساعات دي أفضل بكثير، أفضل بكثير جدا من الإنجاز اللي لو بيسهرت لي ساعة 12 بالليل. تدي نصيحة يعني؟ دي نصيحة مني لك أنت في النهاية حر. يعني أنا بدي المفتاح إنك أحسن لك كده، لكن لو ما عملته نستخدم طريقتك دي تاني، نستفيد منك اكثر. استاذ احنا سعيدين بوجودك معانا، بنهديكي لحن ولكل الناس اللي بتتابعنا. تسلم.
يا الله حقك أمجادة المعلمة المعلمة يا معلمة معلمة خدمت الشعوب ببسالة كان تنجح أجيالا المعلمة معلمة 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 لجميع معلمين بلادي الذين يؤدون هذه الرسالة التربوية العظيمة لتخريج أجيال ذات كفاءة عالية تقود البلاد إلى بر الأمان. نحن مستمرين معك يا أستاذ سليمة، وكنا بنتحدث عن تهيئة الجو المنزلي في فترة ما قبل الامتحانات، وخلينا نتكلم عن إنه دي فرصة، فضل أيام شوية لكن الطالب يستطيع إنه يعني يلملم أطرافه، بيقدر يجيب درجات كويسة، خاصة الأيامات دي نسبة التركيز بتكون عالية. أيوة يلا، هو أصلاً الطالب يعني قاري وقرا كتير، فاضل له شوية ويجيب الدرجة المطلوبة والمرجوة منه، لكن في حاجز اسمه الخوف. الخوف ده لو قدر يغلبه، ما هو يا غلبك يا غلبته، صح؟ قدرت على الحاجز بتاع الخوف أي شيء تحلى.
طيب أستاذ سليم، وإحنا على ختام معك وصراحة كلامك مفيد شديد، في كلمتين كده بتشوفي البرنامج أو جدول الأيام الثلاثة أربعة قبل الامتحانات دي مفترض الأسلم يكون شنو؟ أنا اللي خدت مع طالباتي جدول، قلت لهم ممكن تقري 7 مواد خلال اليوم، لكن ما قراية، بعد ما قراية بعد حل امتحانات. ما دي أفضل حل امتحانات؟ أفضل حل امتحانات غلبتك حاجة أرجع إلى الدرس. في الإسلايت الصغيرة دي زي اللصاق بتلصقيها في كل صفحة غلبتك فيها حاجة، وتكتب الحاجة اللي غلبتك تمشي للأستاذ تسأليه، لما يجي بكرة الامتحان بدل ما تقعدي تكوني في تنشن نو، تمسكي بس الصفحات اللي انت عملتي فيها علامات بالإسلايت تشوفي انت كان غالبك شنو، وأسي أنا خلاص ركزت ولا لا. تمام. لكن يا مادي حل امتحانات بجد بنصح بها الطلبة والأمهات. الطالب حيقول لك أنا ما حاسي إني قريت، انا حاسه اني، وقلت لهم دي طبيعيه احنا ذاتنا كلنا كده، لحد انا ماشي على الامتحان بحس انه راسي فضه، لكن ده احساس طبيعي، بس انت ما تشتغلي بيه وحلي امتحانات بقدر ما تقدري. وبقول لهم ابدي مثلا للناس الشهاده السودانيه ابدي من 21 20 19 لحد 2010 شهاده سودانيه، بعد لما تمشي لو لقيتي زمن الامتحانات التجريبية وغيره. احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع ويفرح كل قلوب الأمهات ويكلل مجهود المعلمين بالنجاح. شكرا لك كثير أستاذ سليمة الجلاد، تشرفتنا كثيرا. تسلم تسلم يا أمين يا رب العالمين، إن شاء الله كلهم ناجحين وناس الكهرباء تاني حين علينا. مصر يا ناس الكهرباء حين علينا. الرسالة دي أي لا مهمة يا ناس الكهرباء حين على الطلبة. شكرا. دي إنسانية. شكرا جزيلا. الله يسلمك. تسلم يا رب. هنتواصل معكم مشاهدينا الكرام الفقرة القادمة بعد فاصل الإعلان.